لماذا لا يجوز السلام على المرأة اللي غير محرم؟ لماذا لا يجوز نصافح المرأة الغير محرم لنا؟ لماذا لا تسافر المرأة بدون محرم وجوباً أن يكون محرم؟ لماذا المرأة ما تخلو مع الرجل إلا كان الشيطان؟ هذه كل لماذا حرم حرم حرم؟ لماذا حرم الإسلام هذا كله؟ هل كل من سلم على امرأة زنى؟ لا. هل كل من سافرت بلا محرم زنت؟ لا. هل كل امرأة جلست مع رجل في غرفة زنوا؟ لا. لكن حرام أن تسافر بدون محرم، وحرام أن يخلو بها، وحرام يسلم عليها وهي ليست محرم. لما؟ لأنها وسائل للوقوع في الحرام، والوسيلة في ديننا لها حكم الغاية، ولا تقربوا الزنا أي وسيلة. وما رأيكم في الجوالات المعاصرة التي هي الآن موجودة عند بعض أبنائنا ويخلون بها؟ إنها وربي طريق إلى الانحراف. أختم فأقول: نداء من الله ألا تنقذوا أنتم أنفسكم من النار فقط، بل لا بد وأن تنقذوا ذراريكم، أن تنقذوا أهاليكم، أن تنقذوهم من لهيب النار. في الدنيا نار، وفي القبر نار، ويوم العرض نار. وقولوا: يا ربي أجرنا من النار، واسعوا في الحياة أن يرضى الملك الديان جل وعلا. نعبدهم لأبناؤنا وأسرنا وأنفسنا، نصلح أنفسنا ليصلح الله ذرياتنا، وليكن مشروعك في الحياة أن يرضى حتى لا يشوي خلقنا بالنار. شكر الله للجميع اجتماعهم، وحرم وجوهكم عن النار، وجمعنا في جنات النعيم على أرائك الجنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والحمد لله رب العالمين.